السلام عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم كلكم. عايز اقول لكم انكم تحافظوا على نفسكم وتسمعوا الكلام، وتخلي بالكم من عيالكم ومن نفسكم ومن جيرانكم، يعني ما حدش يخرج الا للضرورة. اعملوا معروف علشان خاطري، لحد ما تغور عننا حكاية الكورونا دي، البلوى اللي جات لنا دي. ربنا ان شاء الله هينصفنا وينصرنا عليها، وهتبعد عننا ان شاء الله، وهنعيش في خير وسلام. وربنا يخلي لنا جيشنا، ويخلي لنا شرطتنا، ويخلي لنا رئيسنا وحبيبنا رئيس الجمهورية. يا رب يا رب احمينا، يا رب يا رب احمينا يا رب. وتسمعوا الكلام، وزي ما قلت لكم تاني، ما تخرجوش من بيوتكم، خلي بالكم من نفسكم تاني وعيالكم وجيرانكم، اعملوا معروف عشان خاطري. يا سلام لو تسمعوا الكلام، هنعيش ان شاء الله في امان، ان شاء الله ان شاء الله هيزح عننا، وهنعيش في امان وسلام وخير ونور ان شاء الله. وداخل علينا رمضان، رمضان الكريم داخل علينا بأيامه الحلوة اللي كلها عبادة وقراءة قرآن وصلاة وصوم. خلي بالكم يا أخواني، خلي بالكم، لازم تصلوا وتصوموا، وتخلي بالكم تاني من نفسكم، وما تخرجوش من بيوتكم، اعملوا معروف، ما تخرجوش من بيوتكم، ونقعد نعبد ربنا ونقرأ قرآن ونصلي. ورمضان كريم ان شاء الله، رمضان هيعود علينا بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وجميع الدول، جميع الدول. ربنا يحمينا جميعا يا رب، ربنا يحمينا جميعا يا رب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، واشوفكم بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.